الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن صار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، اللهم أمين. إخوة الإسلام والإيمان، حياكم الله وأحياكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا، الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا المسجد العامر على طاعته جل وعلا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا على السمع والطاعة والإيمان والتقوى، وأن يجمعني وإياكم يوم القيامة في دار مقامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، مصداقا لقول الله عز وجل في محكم كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. إخوة الإسلام والإيمان، حديثي إليكم اليوم إن شاء الله عز وجل في هذه الجمعة المباركة سيكون حول خلق عظيم وصفة جليلة. هذه الصفة أيها الأحبة في الله التي سنتناول الحديث عنها إن شاء الله جل وعلا في هذه الجمعة تتعلق بصفة عظيمة جليلة من صفات الله جل وعلا، بل هي من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الرحمة، وإن شئت فقل خلق الرحمة. حديث إليكم إن شاء الله جل وعلا حول هذا الخلق العظيم وهذه الصفة النبيلة التي تعتبر اسما من أسماء الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الرحيم وهو الرحمن سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بالرحمة في كثير من المواطن القرآنية، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بالرحمة المهداة. الرحمة أيها الإخوة والأخوات هذا الخلق العظيم، وهذه الصفة النبيلة، وهذا الأدب الجليل، صفة عظيمة وعالية وراقية. هذا الخلق متأصل في النفس الإنسانية، وهي صفة تضم وتجمع كل قيم وسلوكيات وكل قيم وأخلاق السلوك الفاضل بين الناس. وحتى يؤيد الله جل وعلا في القرآن الكريم هذا الوصف العظيم وهذه الصفة العظيمة، نجد أن الله جل وعلا حينما تحدث عن رحمته سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله جل وعلا الرحمة 100 جزء، وجعل في الأرض، أو أنزل الله جل وعلا في الأرض جزءا واحدا، وترك سبحانه جل وعلا وأبقى الله سبحانه وتعالى عنده 99 جزءا ليوم القيامة.
هذا الجزء الذي جعله الله جل وعلا في الأرض به تتراحم الخلائق فيما بينها، هذا الجزء الذي جعله الله عز وجل في الأرض تتراحم الخلائق به فيما بينها حتى ترفع الدابة رجلها خشية أن تصيب ولدها. نعم، حتى ترفع الدابة رجلها خشية أن تصيب ولدها. نعم أيها الأحبة في الله، ربنا جل وعلا من صفته سبحانه وتعالى الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنما أنا الرحمة المهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. هذا الخلق العظيم أيها الأحبة، وهذه الصفة الجليلة التي غابت في المجتمع بشكل كبير جدا، صفة الرحمة لا يتصف بها إلا أهل الإيمان، إلا أهل التقوى وأهل الأخلاق الفاضلة. كيف لا يكون ذلك كذلك وربنا جل وعلا من أسمائه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقد أخذ الله جل وعلا وكتب الله سبحانه وتعالى على نفسه عهدا أن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى وبحمده. والله جل وعلا أيها الأحبة حتى يبين لنا في القرآن الكريم قيمة الرحمة ومنزلة الرحمة وهذا الخلق العظيم الذي غاب في مجتمعنا، نجد أن الله جل وعلا تحدث عن الرحمة في القرآن الكريم في أكثر من 268 موضعا. ربنا جل وعلا تحدث عن الرحمة، عن هذا الخلق وعن هذا الأدب وعن هذه الصفة العظيمة في القرآن الكريم في أكثر من 268 موضعا وموطنا من القرآن الكريم، حتى ندرك ونستوعب ونعرف قيمة هذا الخلق وهذا الأدب العظيم الذي غاب في المجتمع أيها الأحبة. ما هو ضد الرحمة؟ إذا كانت الرحمة خلقا عظيما وصفة جليلة وأدبا راقيا، فإن ضد الرحمة ألا وهو القسوة. القسوة سلوك تنفر منه النفوس وتتقزز منه النفوس ولا تحبه الناس، يفر الناس من أهل القسوة والغلظة والفظاظة. فضد الرحمة القسوة، وضد الرحيم القاسي الجافي الفظ الغليظ. ربنا جل وعلا حينما مدح النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ماذا قال جل وعلا وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. ربنا جل وعلا يثني على النبي عليه الصلاة والسلام ويصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العظيم اللي هو إيش؟ الليونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فظا ولا غليظا ولا جافيا ولا قاسيا، لكن كان لينا، كان رفيقا، كان رحيما، كان حليما صلى الله عليه وسلم، يستعمل اللين واللطف واللباقة والرحمة في معاملاته وفي سلوكه. ولذلك فإن من دخل في هذا الدين إنما دخلوا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، برحمة النبي عليه الصلاة والسلام، بأدب محمد عليه الصلاة والسلام. لم يدخل هؤلاء في الإسلام كما يقال عن تحت وطأة السيف والقوة والعنف والفظاظة والغلظة، إنما هؤلاء الذين أسلموا واستسلموا وانقادوا وانصاعوا وخضعوا وخنعوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام وأحبوا هذه الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. كان ذلك أيها الأحبة في الله بفضل هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الرحمة وأدب الرحمة. وعليه قال أحدهم: قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا لسفك دم. قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا لسفك دم. النبي صلى الله عليه وسلم كان الرحمة المهداة والنعمة المزداة عليه الصلاة والسلام، زكاه الله جل وعلا كله، فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا جل وعلا زكى النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، زكاه في صدره، زكاه في حلمه، زكاه في معلمه، زكاه في أمته، زكاه في أدبه، وزكاه كله، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة. قال أمير الشعراء أحمد شوقي وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا بغضاء. وأجمل من هذا كله قول ربي جل وعلا، أجمل من هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، حيث قال الله جل وعلا مادح النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران: اسمعوا معي يا معاشر الأحبة، يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى نبيكم وأستاذكم ومعلمكم وشفيعكم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول:
يمدحه ربه جل وعلا من عليائه وجلاله وكماله وعظمته وسلطانه وجبروته، فيقول جل وعلا مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. انظر إلى هذه الليونة وإلى هذه الرحمة وإلى هذا اللطف الذي كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا ضد الرحمة هي الفظاظة والغلظة والقساوة والجفوة والمعاملة بالأسلوب الخشن البذيء السيء القبيح الذي تنفر منه النفوس. فربنا جل وعلا يقول مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فظا من الفظاظة، غليظ القلب من الغلظة، فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، يعني لتفرقوا ولما آمنوا ولما أسلموا. ها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نعم أيها الأحبة في الله، هذه الصفة العظيمة الجليلة التي هي صفة الرحمة سألها الأنبياء والمرسلون، سألها الأنبياء لله سبحانه وتعالى، طلبها الأنبياء من ربهم سبحانه وتعالى. صفة الرحمة سألها الأنبياء لله سبحانه وتعالى، وطلبها الأنبياء والمرسلون من ربهم جل وعلا، وعلى رأس هؤلاء الأبوان آدم وحواء. حينما أسكن الله جل وعلا آدم وحواء الجنة ونهاهما الله عز وجل أن يأكل من الشجرة، ولكن سولت لهم هذه النفس فأكل من الشجرة، فكان الجزاء والثمرة أن طردوا من الجنة. فالله جل وعلا لما طردهم من الجنة قال الله جل وعلا حاكيا وقاصا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم، قال جل وعلا: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يسألان الله جل وعلا الرحمة، هذه الرحمة أيها الأحبة سألها نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. سألها الأنبياء وطلبها الأنبياء والمرسلون، لأنها صفة عظيمة جليلة أيها الأحبة في الله، خلق جليل، صفة راقية جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الرحماء، رسول الله كان سيد الرحماء عليه الصلاة والسلام. إذا تحدثنا عن الرحمة فإن خير من تتجسد فيه هذه الصفة وهذا الخلق رسول الله، خير من يتجسد في هذا الأدب العظيم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رحيما بمن؟ كان رحيما بالكفار، بالمسلمين، بالمشركين، بالحيوانات، بالبهائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأطفال، بنسائه، بزوجاته، بأمته عليه الصلاة والسلام. كان رحيما بكل شيء عليه الصلاة والسلام. لم يكن ذلكم الرجل الفظ الغليظ البدينة القاسية الجافية، بل كان رحيما صلى الله عليه وسلم، كان لينا لطيفا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قلنا مدحه ربه جل وعلا في القرآن الكريم، قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، لينا لبقا. وتأملوا معي أيها السادة الأعزاء إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالجاهل. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالجاهل والعابد والمسلم والكافر والشقي، وكان رحمته وسعت كل شيء صلى الله عليه وسلم، وسعت العالم كله. وربنا جل وعلا يقول وهو يتحدث عن رحمته: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، إلى آخر ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من هذه الصفات. أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأعرابي بالجاهل. وتعلمون قصة ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد ذات مرة؟ هذا الرجل أعرابي من سكان البادية، لا عهد له بالمسجد ولا بالقرآن ولا بالإسلام، لا يعرف شيئا عن الإسلام ولا عن بيوت الله جل وعلا. فدخل المسجد ذات مرة واتجه نحو ناحية في المسجد وبال في المسجد، فقام الصحابة يضربونه، يريدون ضربه. هم الصحابة بضرب هذا العربي الذي دخل المسجد وبال في ناحية من نواحي المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه واتركوه. رغم أنه بال في المسجد، انظر إلى معاملة الحبيب عليه الصلاة والسلام، انظر إلى رحمة رسول الله وأدب رسول الله وخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين هي هذه الرحمة الآن؟ أين هذه الرحمة في مجتمعنا، في مساجدنا، في بيوتنا، في طرقاتنا، في شوارعنا، في تعاملاتنا، في سلوكنا؟ أين هي هذه الرحمة؟ فالمسلم ينبغي أن يكون رحيما. المسلم أيها الإخوة عبارة عن شجرة،
المسلم عبارة عن تلكم الشجرة كلما ضربت بالحجارة إلا وأسقطت ثمرة، هذا هو المسلم. المسلم عبارة عن شجرة كلما ألقيت ورميت بالحجارة إلا وأسقطت على من رماها وألقاها على من رماها بالحجارة ثمرة، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل هذا الأعرابي المسجد فيبول في ناحية من نواحي المسجد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، لا تضرموه، لا تزرموا عليه بولة، لا تقطعوا عليه بولة، اتركوه، رغم أنه بال في المسجد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو فيه ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي موجها ناصحا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: إن هذه بيوت الله سبحانه وتعالى لا تصلح لهذه القذورات، لا تصلح لهذا البول، إنما هي للقراءة، لقراءة القرآن والذكر والصلاة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي لا يعرف، فلو دخل الآن داخل للمسجد لا يعرف، لا عهد له بالمسجد، وربما أسلم قبل فترة، وربما ما دخل المسجد رغم أنه ينتمي إلى المسلمين، رغم أنه من أهل الإسلام والمسلمين، لكن كان شاردا، كان بعيدا عن طريق الخير، وكان بعيدا عن طريق الإيمان والإسلام. لو دخل الآن داخل للمسجد وقام بسلوك ناب، فينبغي أن نعامله معاملة حسنة حتى لا يذهب إلى المقاهي وإلى العلب الليلية وما إلى ذلك، فيجد من يرحب به. فهذا هو التعامل الذي ينبغي أن نتعامل به مع الجاهل، كما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الجاهل الذي لا يعرف، لا عهد له بالمسجد، ولا عهد له بالصلاة، ولا عهد له بالقرآن. دخل المسجد وبال في ناحية من نواحي المسجد، والله أيها الإخوة لو دخل الآن داخل وقام بهذا الفعل لأشبعناه ضربا وألقيناه على الأرض أشبه بالميت، لأنه تعامل بمعاملة لا ينبغي أن تكون في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولكن رسول الله سيد المعلمين، سيد المتخلقين المتأدبين، سيد الرحماء عليه الصلاة والسلام، انظر إلى تعامله، إلى سلوكه، إلى رحمته. أيها الإخوة والأخوات، هذه الرحمة التي نتحدث عنها ونتناول الحديث عنها مع من ينبغي أن تكون رحيما. حينما نتحدث عن الرحمة، فمن نعامل بهذه الرحمة وبهذا الأسلوب وبهذه الصفة؟ أول من ينبغي أن تعامله بصفة الرحمة هذه النفس التي بين جنبيك، هذه النفس التي بين جنبيك ينبغي أن تعاملها بالرحمة، أن تمنعها من عقاب الله جل وعلا ومن غضبه وبطشه، فتمتثل أمر الله جل وعلا وتجتنب نهي الله سبحانه وتعالى، وتكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن تحمي هذه النفس من الأمراض ومن الأسقام، وأن تحفظها مما قد يهلكها ويسقمها. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالله جل وعلا رحيم بنا، فكذلك ينبغي أن تكون أنت رحيما بهذه النفس. وهذه النفس أيها الإخوة هي أمانة من ربنا سبحانه وتعالى، لا بد وأن نسأل عنها يوم القيامة. هذه النفس هي أمانة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد وأن يسأل الإنسان عن هذه النفس يوم القيامة. فكن رحيما بنفسك أخي المسلم، أختي المسلمة، أحسن إلى هذه النفس، كن رحيما بهذه النفس، لا تهلك هذه النفس، ستسأل يوم القيامة عن هذه النفس، فكن رحيما بها، شفيقا بها. حاول أن تعمل جاهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى وبامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، لتحفظ هذه النفس من النار ومن العقاب ومن العذاب. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من مظاهر الرحمة التي ينبغي أن نعامل بها غيرنا معاملة الزوجة والأبناء، أن تعامل زوجتك بالرحمة وبالرفق وباللين، وأن تعامل ولدك كذلك بالرفق واللين، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم: كيف لا وهو الذي يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. كن رحيما بولدك، تودد إلى أبنائك، عاملهم بالرحمة ولا تعاملهم بالقسوة، عامل زوجتك بالأدب الرفيع بهذه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفقا بالقوارير، والقارورة هي القطعة من الزجاج، إذا لم ترفق بها وتترفق بها لابد وأن تنكسر. فكذلك المرأة إذا لم تعاملها بالرحمة وباللين وبالقسوة قد تنكسر، قد تتكسر، والقلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. نعم، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. فالزجاجة إذا تكسرت لا يمكن أن نعيدها كما كانت من قبل، فكذلك القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، انظروا إلى معاملته مع أولاده صلى الله عليه وسلم ومع حفاداته صلى الله عليه وسلم. دخل ذات مرة الأقرع بن حابس على النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده يقبل الحسن والحسين، فوجده يقبل ماذا؟ الحسن والحسين. فقال له هذا الرجل الأقرع بن حابس: أتقبلون الصبيان؟ أتقبلون الصبيان؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم، لي 10 من الأولاد لا أقبل واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. ودخل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله تقبلون الصبيان؟ قال: نعم. قال: نحن ما نقبل واحدا منهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن كان الله تعالى قد نزع من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن يرحمك الله جل وعلا فارحم من في الأرض. كذلك أيها الإخوة، من الرحمة التي ينبغي أن نتعامل بها أو من مظاهر التعامل بالرحمة، المعاملة بالرحمة مع الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بالحيوان. قد يتعجب الإنسان إذا سمع بأن محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالحيوان. الله أكبر، هذا رسول الله طبيب الإنسانية عليه الصلاة والسلام كان رفيقا ورحيما حتى بالحيوان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة للنار في هرة. هذه امرأة كانت لها هرة فوضعتها في قفص وما أطعمتها وما سقتها حتى ماتت هذه الهرة فدخلت فيها النار. انظر إلى الإسلام، إلى خلق الرحمة في الإسلام أيها الإخوة والأخوات. امرأة لها هرة وضعت الهرة في قفص، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت فيها النار. وهذه امرأة من بغايا بني إسرائيل، امرأة بغي، من بغايا بني إسرائيل، امرأة إيش؟ بغي، يعني تمارس الزنا وتقع في الفاحشة، من بغايا بني إسرائيل. أحست بعطش شديد فنزلت بئرا ثم شربت، وخرجت من البئر فوجدت كلبا يلهث من شدة العطش، أي يخرج لسانه ويحاول أن يأكل به التراب، يلهث هذا الكلب من شدة العطش. فقالت هذه البغي: لعل الكلب قد بلغ به ما بلغ بي، لعل هذا الكلب قد بلغ به ما بلغ بي. فسقت هذا الكلب، فلما سقت الكلب وهي بغي من بغايا بني إسرائيل غفر الله لها وأدخلها الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة زانية فاسقة ضاعرة فاجرة، ومع ذلك ربنا جل وعلا يرحمها ويغفر لها رغم أنها كانت تقع في الفاحشة بهذا العمل الضئيل الحقير في نظرنا، والله جل وعلا غفر الله لها وأدخلها الجنة. والله أيها الأحبة، لله در من قال: إذا كان الله جل وعلا يغفر الذنوب للبغايا فكيف بمن يعبد ويوحد رب البرايا؟ لا إله إلا الله. إذا كان الله جل وعلا يغفر الذنوب للبغايا فكيف بمن يعبد ويوحد رب البرايا؟ إذا كان الله جل وعلا يغفر للبغي فكيف بالذي يقول لا إله إلا الله؟ ألا يغفر الله له؟ ألا يرحمه سبحانه وتعالى؟ بغي تقع في الزنا، فاسقة فاجرة، ومع ذلك غفر الله لها وأدخلها الجنة بسقيا كلب. واحفظوا معي هذه القاعدة وهي من رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، إياك وأن تحتقر شيئا مهما كان ضئيلا، مهما كان صغيرا، مهما كان قليلا في نظرك، مهما كان دقيقا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. امرأة البغي فغفر الله لها وأدخلها الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة كان رحيما بالأطفال. هذا غلام اسمه أبا عمير، غلام كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي عمير. هذا الغلام كناه رسول الله بهذه الكنية أبا عمير أو أبو عمير، ولم يكن قد تزوج بعد، كان صغيرا، له طائر يلعب به وهذا الطائر يسمى النغير، واسم الصبي أبا عمير، يسمى الصبي أبا عمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كناه بهذه الكنية أبا عمير ولم يكن متزوجا، وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الطفل. الله أكبر. أكنيه حين أناديه لأكرمه، أكنيه حين أناديه لأكرمه،
ولا ألقبه واستوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. وكني رغم أنه صبي كناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية. أبا عمير كان له طائر يلعب به، وهذا الطائر قلنا يسمى النغير، فمات هذا النغير ذات مرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب هذا الصبي هذا الغلام ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الله أكبر على خلق رسول الله. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ها النبي عليه الصلاة والسلام يلاعبه. وهذا أبو عمير هذا هو أخو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أخ له من أمه من جهة أمه. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني لما فقد هذا الطائر الذي كان يلعب به، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمازح وأن يلاعب هذا الطفل، ويقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد زينة عرشك وعدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. لا تشكر نعمتك إلا بنعمتك، ولا تنال كرامتك إلا برحمتك. الحمد لك لا ند لك، والملك لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك، ما عام أو ما طار فيه أو سلك، ما كان من إنس وجن أو ملك إلا وقد شهدوا بأن الملك لك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلوا على من ظللت عليه الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة، صلوا على الرؤوف بالفقراء واليتامى، صلوا على شفيع المذنبين يوم القيامة، صلوا على من قال فيه العالم الإنجليزي المشهور واشنطن أيرفينج إن محمدا بطل الأنبياء، أمة لا تعرف الحبيب صلى الله عليه وسلم، والمستشرقون يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الأعداء كما يقال. لو كان محمد معنا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. انظر إلى المستشرقين وهم يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذه الشخصية الفذة وإلى هذا الرجل العملاق. أيها الإخوة والأخوات، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالكل، ومن مظاهر الرحمة أيها الإخوة التي ينبغي أن نتعامل بها مع غيرنا أن نرحم المسكين واليتيم والأرملة. ارحموا المسكين واليتيم والأرملة. من هو المسكين؟ المسكين هو الذي لا يملك شيئا. من هو اليتيم؟ اليتيم في جهتي، اليتيم في البشر هو من فقد أباه، وفي الحيوانات من فقد أمه. من هي الأرملة؟ الأرملة هي المرأة التي توفي عنها زوجها. نعم، ارحموا المسكين. من هو المسكين؟ المسكين ليس هو ذلك الرجل الذي يمد يده فيتكفف الناس ويسأل الناس ويمد يده للناس، أعطاه الناس ومنعه، ليس هذا هو المسكين. المسكين هو ذلكم الرجل المتعفف، يعمل ويشتغل ولكن لا يسأل الناس، يحفظ كرامته. والإنسان أيها الإخوة بكرامته، الإنسان بكرامته، كرامتك لو ذهبت وأنفقت جبل أحد ذهبا لتعيدها والله لن تعود. شرفك لو ذهب وأنفقت مالك كله لتعيد شرفك والله لن يعود. إذا ذهب الشرف ذهب كل شيء، إذا ذهبت كرامتك ذهب كل شيء. فالمسلم ينبغي أن يكون كريما، عش عزيزا. يقول القائل: عش عزيزا أو مت وأنت كريم، عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. لا تكن ذليلا، لا تتذلل لأحد ولا تنكسر لأحد، إياك وأن تتذلل لأحد أو تنكسر لأحد. شاد الملوك قصورهم وتحصنوا، شاد الملوك قصورهم وتحصنوا، من كل طالب حاجة أو راغب فارغب إلى ملك الملوك، ولا تكون يا ذا الضراعة طالبا من طالبه. أبا مالك لا تسأل الناس والتمس، أبا مالك لا تسأل الناس والتمس، بكفيك فضل الله والله أوسع، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. كن عزيز النفس، لا تتذلل لأحد، لا تمد يدك لأحد، لا تمدن يدك لأحد، ولا تسألن أحدا.
فالمسكين هو الذي تعرف مدخله ومخرجه وتعرف عمله وحرفته، ليس هو ذلك الذي يقف في أبواب المساجد ويمد يده للناس ويتكفف الناس ويسأل الناس. قد يكون رجلا قويا صاحب عضلات فولاذية، فالمسلم لا، فالإسلام لا يريد من المسلم أن يكون ذلكم الإنسان الخامل الكسول. ها، تريد التمر دون غراس نخل؟ تريد أن تأكل التمر دون أن تغرس النخل؟ هذا أمر مستحيل غير منطقي. ها، تريد التمر دون غراس نخل ولا حتى لجذع النخل هزاء؟ إذا رمت العلا من غير بذل فنام وكل لحما وأرزا. إذا أردت العلا من غير بذل من غير عمل فنام وكل لحما وأرزا في منامك. فالمسلم ينبغي أن يكون عاملا وأن يكون عنصرا بناء وفعالا في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقول: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. الله أكبر. أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أشار النبي عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى، وفي رواية وفرج بينهما قليلا عليه الصلاة والسلام. أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. يا من تريد أن تكون قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، يا من تريد أن تكون قريبا من رسول الله يوم القيامة، ارحم اليتيم، ارحم اليتيم. إذا أردت أن يلين قلبك امسح رأس اليتيم، إذا مسحت رأس اليتيم تعتبر لك صدقة. امسح رأس اليتيم. أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. إذا أردت أن تكون قريبا من محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: وهذه بشارة عظيمة أقدمها لكم أيها الأحبة في الله، وقد قدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي، ما معنى الساعي؟ اسم فاعل من فعل سعى يسعى. الساعي، الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر، يا له من ثواب عظيم. الساعي يعني الذي يخرج من بيته ويعمل من أجل أن يأتي بلقيمات من طعام للمسكين، لليتيم، للأرملة التي توفي عنها زوجها. الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله. وفي رواية قال الراوي أحسبه قال: كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفتر الذي يقوم الليل ويصلي بالليل ولا ينام بالليل، وكالصائم الذي لا يفطر. لا إله إلا الله. ارحموا اليتامى والأيامى والمساكين والأرامل. المرأة التي توفي عنها زوجها وترك لها أبناء وبنيات، أحسن إليها، أحسن إلى البنيات، أحسن إلى اليتامى والأرامل إذا كنت تريد الدرجة العظيمة. من منا لا يريد أن يكون مع رسول الله في الجنة؟ من منا لا يريد أن يكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة؟ كلنا نريد أن نكون مع رسول الله يوم القيامة، كلنا نتمنى أن نكون بجوار الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فإذا كنت تريد ذلك أيها الأخ الكريم فهاك السبيل وهاك الطريق. الطريق لمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى اليتيم، الإحسان إلى المسكين، الإحسان إلى الأرملة، الإحسان إلى الأرملة. أحسن إلى المرأة التي توفي عنها زوجها، أدخل الفرحة والابتسامة على المرأة التي توفي عنها زوجها، على المرأة الثكلى لا معيل لها إلا الله عز وجل، أدخل عليها الفرحة والابتسامة. خذ قفة من طعام أو مبلغا من مال وضعه في يدها. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تتصدق بدينار تضع هذا الدينار في مسك، تضعه في مسك ريحة طيبة. فقيل لما؟ قالت: قبل أن أضع هذا الدينار في يد المسكين أضعه في يد العزيز العليم. قبل أن أضع هذا الدينار في يد المسكين أضعه في يد الله رب العالمين جل وعلا. أيها الأحبة في الله، هذه بعض صور ومظاهر التعامل بالرحمة. وأختم أيها الأحبة في الله هذه الجمعة المباركة بقول سفيان بن عيينة. يقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه: خلق الله عز وجل النار رحمة بعباده لينتهوا. الله أكبر. النار التي خلقها الله جل وعلا خلقها رحمة. خلق الله جل وعلا النار رحمة لعباده لينتهوا. هذه النار التي تتأجج وتتوهج وتستعر وتتوقد وتشتعل، هذه النار
خلقها الله سبحانه وتعالى رحمة بنا، حتى لم تجد أوامر الله جل وعلا، حتى لا نقع فيما حرم الله عز وجل وفيما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. أيها الأحبة في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم أجسامنا على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم يا من عزه لا يضام وملكه لا يرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اجعلنا ممن يتصف بأدب الرحمة وخلق الرحمة، ولا تجعلنا من أهل القساوة. اللهم اجعلنا من أهل اللين ومن أهل الحلم ومن أهل الرفقة. اللهم ارزقنا اللفقة والرفقة واللينة والحلمة واللطف يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تغيبنا، وإليك نلجأ فلا تطردنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم لا تفضحنا يوم العرض. اللهم لا تفضحنا يوم العرض. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم إنا بك نستنصر فانصرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة في الله، معنا اليوم إن شاء الله تعالى أخت فاضلة، أخت شرح الله سبحانه وتعالى صدرها للإسلام، ومن الله سبحانه وتعالى عليها بدخول الإسلام، وهذه من أعظم النعم وأجل المنح أن يمن الله سبحانه وتعالى عليها بالإسلام. شرح الله سبحانه وتعالى صدرها للإسلام، وهذه نعمة، ورب الكعبة ما بعدها نعمة، لأن أعظم النعم وأجل المنح وأعظم العطايا أن يشرح رب البرايا صدرك للإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم إنا نسألك أن تبارك في هذه الأخت، وأن تجعلها من المسلمات المؤمنات الصالحات الطائعات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأن تجعل الإسلام بردا وسلاما على قلبها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، كما تعلمون وتشاهدون وتعرفون أن هذا المشروع مشروع ضخم ومشروع كبير جدا، يحتاج إلى نفس طويل وإلى مال وفير وإلى جهد جهيد وإلى وقت كثير. فنسألكم أيها الأحبة في هذه الساعة الكريمة، ولعلها أن تكون ساعة الإجابة التي يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء، أن تجعلوا هذا المشروع نصب أعينكم. فبيت الله سبحانه وتعالى أعظم من بيتي وبيتك. بيتنا نزركشه ونزخرفه ونحسن إليه، نضع في بيوتنا أحسن الأثاث وأفضل الأثاث، نزركشه ونزخرفه ونزوقه وننمقه، وبيت الله سبحانه وتعالى يعتم به إلا الشرذم القليل، إلا أفراد قليلون معدودون على رؤوس الأصابع. فالمسلم أيها الأحبة ينبغي أن يكون بيت الله عز وجل عنده أعظم من كل شيء. بيت الله، لأن هذا بيت من؟ لا، ما هو ببيت فلان ولا علان، إنما هو بيت الله، يضاف هذا البيت إلى الله سبحانه وتعالى، بيت الله عز وجل يضاف إلى ربنا سبحانه وتعالى. وما من مسجد بني على وجه الأرض في القارات الخمس إنما الذي أذن في بناء تلك المساجد هو الله عز وجل. أين الدليل؟ طالبوني بالدليل. في بيوت أذن الله أن ترفع، فالذي أعطى الإذن ومنح الإشارة والضوء الأخضر لتبنى وترفع المساجد هو الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا البيت الذي نحن فيه الآن والله وبالله وتالله من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. ولا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا كان محروما من تلك النعمة. تخيل معي الآن أيها الحبيب الفاضل، لو ساهمت ولو بمقدار قليل من المال في بيت الله سبحانه وتعالى، الإخوة الحمد لله ساهموا من قبل ومن بعد وسيساهمون إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة تحفيزية تشجيعية فقط، فأنا أعرف جيدا أن الإخوة ساهموا، كل الإخوة الموجودون معنا إن شاء الله تعالى ساهموا بأموالهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا طاقة وأن يكون عندنا نفس طويل لنساهم في هذا المشوار. هذه معلمة، والله معلمة مباركة سيكون لأجيال القادمة. هذا المسجد سيكون لابنك، ألا تفكر في ابنك بعد مماتك؟ كم ستمكث في هذه الدنيا أنت؟ كم سأمكث أنا؟ بعد فترة من الزمن سنموت. هذا المنبر الذي أنا عليه الآن سيصعد عليه غيري.
المكان الذي تجلس فيه أنت الآن ربما بعد فترة سيجلس فيه غيرك، وهذا وهذه مسألة منطقية. بعد فترة من الزمن هذا المكان الذي تجلس فيه أو هذا الجدار الذي تتكئ إليه الآن وتستند إليه الآن سيستند إليه غيرك والله. نعم، فسجل بصماتك، لا تبخل بما أتاك الله عز وجل، لا تبخل بما أتاك الله. والله إن المال الذي تضعه في يد الله سبحانه وتعالى في بيت الله سبحانه وتعالى هذا المال سيخلفه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المنفقين بالإخلاف، وعد الله جل وعلا من أنفق بالإخلاف. فبيت الله جل وعلا هذا أيها الإخوة يحتاج إلى العمل وإلى الجهد وإلى الطاقة وإلى الاجتهاد وإلى بذل الأموال. المال الذي عندك هل هو مالك حقيقة؟ والله إن المال الحقيقي هو المال الذي تدخره للآخرة. لماذا؟ لأن المال الذي تتركه سيوزعه الورثة فيما بينهم. نعم، وصيرت ولدي عبدا ليخدمها وصار مالي لهم حلا بلا ثمن، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن، وصيرت ولدي عبدا ليخدمها وحكمته في الأموال والسكن. نعم أيها الإخوة والأخوات، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا هو المال الحقيقي الذي تأكله يفنى، الذي تلبسه يبلى، الذي تسكنه يزول، والذي تضعه في يد ملك الملوك يبقى ويدوم. هذه رسالة من أخ شفيق عليك، والله لا أريد لنفسي ولكم إلا الخير أيها الأحبة في الله. فساهموا واعملوا، اعملوا واجتهدوا، ولا تبخلوا بما أتاكم الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات من؟ من طيبات الله، فالله عز وجل هو الذي أعطاك هذا المال والذي رزقك بهذا المال. ولو شاء الله جل وعلا أن يجعلك فقيرا لا تملك دينارا ولا درهما ولا دقيقا ولا جليلا، فاللهم أنفق على المنفقين. اللهم إني أسألك أن تنفق على كل الإخوة الذين ساهموا من أجل هذا المسجد، الإخوة الذين ساهموا من قبل والذين ساهموا من بعد والذين سيساهمون في المستقبل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل فيهم البركة. اللهم اجعل البركة في أولادهم وفي زوجاتهم وفي ذرياتهم وفي أموالهم. اللهم بارك فيهم يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك في هذه الساعة أن توفق الإخوة والأخوات في هذا المشروع المبارك. اللهم وفقنا جميعا لتكملة هذا المشروع المبارك. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والهدى والغلاء والعفاف والرشاد، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.